تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تستمر وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة في تلقي طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة وحتى نهاية ديسمبر 2022 وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت خلال أكتوبر الماضي فتح باب التقدم للجائزة للفئتين العمريتين من سن الخامسة حتى الثانية عشر عاما ومن سن الثانية عشرة حتى الثامنة عشر عاما في مجالات الآداب والفنون والغناء والإبداع والابتكار هذا وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة أربعين ألف جنيه